مؤخرا الاتحاد العراقي أصدر بيانا، أريد أعرف رأيك بخصوص هذا البيان، طبعا اللي يخص خروج منتخبنا ومشاركته السلبية في أمم آسيا. والله شوف، هو مثل ما قلت حضرتك عجوم، هذه حسرة كبيرة أنه الشارع العراقي الآن فقط الرياضة اللي تفرحه، لربما يكفي ما فيه، فكنا نعول على الرياضة. ولا احنا كنا مثل ما قال الكابتن سعد، ربما احنا كنا متوقعين الفريق ما يوصل مداريات بعيدة، وهم مدى الاتحاد يعني يوم أصدروا بيان الحقيقة، يعني مع جل احترامنا لهم، كان يعني بائس أنه يعتذر من الجمهور، يعتذر من الوسط الرياضي على أنه الفريق ما قدم. مشكلة أنه هذه شنو اللي بعتها النتيجة؟ أنت كل يوم تعتذر على موضوع، كل يوم تعتذر على موضوع معين، هذا ما ينطيك فد حلول. احنا نريد حلول جذرية، نريد حلول توصل كرتنا لوضعها الطبيعي، تاخذ دورها الطبيعي. اذا نبقى على هالوضع وضعنا من سيء الى اسوء، اذا نبقى وفق هذا التخطيط الاخوان يتعاملوا على رده الفعل، على التواصل الاجتماعي، على راي صحفي. يعني اليوم من اخر شيء انه بعض المحطات الفضائيه لين تكلمت عليهم، اليوم منعوهم من دخول الاتحاد. الاتحاد نعم. ما يصير، هذا مو من حقهم، هذا كره قدم مال الشعب العراقي، مال الرياضيين. كنا من حق الصحافه والاعلام ياخذ دوره وضح الحقائق. هذا الحقائق كان ظهرها للشارع العراقي، هذا حق مشروع لكلنا. على تصرفات اللاعبين ولو جزئيه بسيطه، انه راح يعملون لجنه، منين هاي اللجنه؟ راح يجيبوا لك لجنه ممكن اصدقائهم او محسوبين عليهم يحققون بالوضع، يقول لك خلاص. وانت اكو عندنا معلومه صارت بالعراق جديده، تريد تذوب موضوع تنهي، اعمل لك لجنه، سوي لجنه انتهى الموضوع، راح ما طول سوي لجنه يحققون بها، اذا الموضوع ينسي الموضوع ونسي الموضوع. كابتن سعد، والله انا احب اختصر بهذا الموضوع. يعني هي في كل بلدان العالم، في كل بلدان العالم لما يصير اخفاق بهذه الطريقه المفروض الاتحاد يستقيل، لانه اكيد اكو فشل، اكيد اكو مشكله، اكيد اكو خلل، واحنا الخلل اللي نشوفه قدام عيننا. يعني مو بس اللاعبين، يعني من سنوات ما سمعنا اي مسؤول يتحمل المسؤوليه. يا اخي تمشي في شارع، في شارع في اوروبا، تمشي اذا شارع بيطسه، خلينا نحكي بالعام، اذا بيطسه حكومه تستقيل، حكومة تستقيل على مدى هاي المشكلة. وإذا طلعت سببت لها مشكلة يعني. بالضبط. للمواطن طبعاً، للمواطن. أنت اليوم أنت بطولة هاي كل أربع سنوات تصير، أنت تجيب هاي. بعد كأس العالم. بعد كأس العالم بهاي الطريقة خلينا نقول المعيبة والمحزنة في نفس الوقت، على التصرفات اللي صارت من لاعبين، وكذلك عدم التزام، هاي كلها يتحملها الاتحاد. طيب. دعوني أذهب إلى بغداد وعندي بعض الانطباعات للجماهير، ونعود لنكمل الحوار عن المنتخب. مشاهدينا إلى العاصمة الحبيبة بغداد، حيث شخصت الجماهير الرياضية ما حدث في مسيرة منتخب سود الرافدين في البطولة الآسيوية، إذ وجدت بعض الآراء بأن لاعبين يجب عليهم أن يتجاوزوا هذه الكبوة، فيما رأت مجموعة أخرى بأن المنتخب يجب أن يكون تحت دعم ورعاية كبيرة من قبل مسؤولين مختصين ومعنيين من أجل النهوض بواقع الكرة العراقية. إليكم جانبا من آراء الجماهير العراقية، خلينا نتابع. طبعا احنا المنتخب العراقي يعني مع الأسف، مع كل الأسف، يعني هسه منتخب صاعد نهائي، اسحب أربعة مصابين. ليش؟ أربعة مصابين، عندنا هواي نوادي وعندنا هواي لواعيب مظلومين. اقدر اسحب اي لاعب من هاي النوادي واكون فريق براسه خير. ليش هالمصابين ذولي، اربعه مصابين وكسع واحد قاعد بكى طلعه، قاعد بكى طلعه، احنا ما مستفادين شيء منه. اسحب من هاي النوادي اي لاعب، هواي عندنا لواعيب مظلومين. المدرب ما بي اي اشكال، مدرب اوكي وخلص الشغل يشتغل، بس الاساس البلد الاتحاد، الاتحاد دائما بكل شيء معارض، اللي هو يتصرف بكل شيء مع كل الاسف. بس خلوها شويه، يعني شويه كافي، ترى تعبنا، والله تعبنا. طبعا المنتخب العراقي كنا متاملين به خير، وكنا نتمنى الفرحه من عنده، بس للاسف يعني طبعا هو الضعف كان بالصوره اللي كلش يعني كانت على الجولش، لان الضربه اصلا يعني مو ذيك القوه، فهو كان يعني يقدر يصدها، بس شويه هو ثقيل للاسف يعني، والمدرب شويه عنده اخطاء. والله الصراحه يعني المنتخب ادى مباريات حلوه، شباب يعني ان شاء الله لهم مستقبل يعني كبير، بس التقصير كان من المدرب بصراحه. يعني فاجئنا بهاي اللعبه الاخيره، يعني ما تصورت ليش تبديلات، وان شاء الله القادم افضل. بالهجوم ضعف، بالهجوم قوي، يعني اللعب مهاجم واحد بس. كره
اهلا بكم مع المستطيل الاسيوي ومع محور منتخبنا الوطني ومشاركته الاخيره وخروجه من بطوله امم اسيا. نعود الى الكباتن. كابتن كريم، يعني قبل قليل الاتحاد اصدر بيانا، لكن الاخبار الى يوم امس لم يتواجد اي عضو في مقر الاتحاد. ما اعرف هذا البيان يعني من عبر التليفون للبيت، التليفون يعني الارضي يجوز مو شوف احنا شوف مع الاسف اخوان، هو الفوز بالانتخابات انت ممكن تصيغ فوزك وممكن تعمل التكتلات وممكن تجيب الدنيا تنتخبك، بس احنا نريد عمل. اذا هنا العمل، انت تتصدى المسؤوليه، تتحمل الملامه، تتحمل كل ما يقال، كل ما يصدر عنك من الموضوع. يعني شفنا الان تخبط، يعني شوف النتيجه الان مثل ما قلت حضرتك، ماكو احد بالاتحاد، ما حد يواجه. المفروض يكون هناك مؤتمر صحفي تستقطب كل الاعلام، يكون بمقر الاتحاد، يوضحون الاسباب اللي ادت الى ما ادت اليه. الان اكو شيء بالافق انه الاستغناء عن المدرب، وهذا من الاخطاء الفادحه حقيقه. راح يجون طين بله بهذا الموضوع. انتم ما صار لكم 4-5 اشهر متفقتوا مع الرجل، واكو شرط جزائي. زين مين المسؤول عن هاي الفلوس راح تصرف بهذا الموضوع؟ عندك 4 اشهر رواتب وشرط جزائي واستحقاقات، مين يتحملها؟ الاتحاد يتحملها؟ لو ميزانيه الدوله، لو اموال الشعب هذا. فإذا يجب أن يحاسب كل من اتفق مع المدرب وخطط استراتيجية، يعمل لنا بعد فترة. هو الرجل توضح بهالموضوع، قال أنا ما عندي عصا سحرية، ممكن حقق لهم كأس آسيا بقدر ما أني ممكن على تصفيات كأس العالم بهالموضوع. طيب، فمع جل احترام للأخوان يجب أن يكونون جريئين ويواجهون الجمهور. السؤال لحضراتكم طبعا، أنتم بهذه الخبرة وهذه الأسماء وهذه التجربة الكبيرة في عالم كرة القدم، أنتم مع إبعاد المدرب كاتانيتش أم بقائه؟ والله أنا بالنسبة لي أشوف لا غلط، لكن هو المشكلة إنه أنت صارت هاي محفوظة يومية. إحنا جايبين مدرب أخفاقة واحدة رأسا، أنت مطلعه تعال لازم تدفع له شرط جزائي، لازم هذا غلط، هذا مو شغل. يعني أنت أي فريق شارك بالبطولة، أي فريق، أقل فريق مدرب مستقر مع أكثر من 6 اشهر، أنت جابه قبل 3 اشهر من البطولة، قبل 3-4 اشهر، هذا مو وقت كافي، هذا هم تخبط، هذا عمل مو صحيح. أنت يا أما تجيب لك مدرب تستقر معاه، لأنه أنت حتى يكون الشغل يعني حتى مرات نباع على المنتخب، نقول المنتخب يحتاج للكثير، منضبط دفاعيا لكن هجوميا عيوب كثيرة. ولذلك أنا أشوف مثل ما قال الكابتن كريم بالضبط، لازم يكون هناك مؤتمر صحفي، لازم تتوضح الصورة، لازم تتوضح الأمور، ولا احنا ما يصير واحد واقف على المقصورة يغير باللاعبين، واقف على المقصورة يغير داخل اللاعب ونزل اللاعب، هذا وين صايرة؟ عفوا شنو يعني يعني شنو يعني بالمقصورة؟ يعني نعرف هاي الخبر، يعني عضو بالاتحاد واقف لك على المقصورة؟ نعم. يعني هاي الدولة هو كل مواقع التواصل الاجتماعي، مو فقط انه انا احكي من عندي. نعم. يعني الدولة هو انه شخص من عضو بالاتحاد واقف بالمقصورة اثناء التبديل، انه ينزل يعني أحمد يساهم بالتبديلات بالضبط، حتى ينزل احمد ياسين هو غير التبديل، هو قال له تنزل علي حصن اللي هو زين. كابتن يجوز هو عضو الاتحاد لاعب منتخب وعنده خبره؟ لا عزيزي، هو لا لاعب منتخب ولا له بيها ولا يدري بالطوبة اصلا، لكنه احنا بدنا نوصل الى معرفة انه وين المركزيه. هو القرار للمدرب لو لاعضاء الاتحاد، ولذلك هذا اكبر غلط لما يدخلون في عمل المدرب بعدين باي اخفاق يجولون انه الله وياك ثم الله، هذا مو هاي مو شغل. واخر بدعه استاذ سعد، اخر بدعه يعني السيد رئيس الاتحاد قال راح نجتمع احنا كاتحاد ونقرر مصير مدرب. زين انتم ناس مو فنيين، ما لكم علاقه في كره القدم، كيف تقرر مصير مدرب؟ غير اكو لجنه فنيه هي اللي تقرر مصير مدرب. رئيس الاتحاد، رئيس الاتحاد قال نجتمع احنا كاتحاد ويساهم بالتبديلات. كابتن مو بس هاي، كابتن سعد بنو يساهم بالتبديلات؟ لا هي مو بس هاي، عفوا اكيد الكابتن كريم عنده علم، يعني تسيب صار تسيب كبير طبعا. يعني طبعا. سهر صح. لاعبين في ملاهي وامور يعني والله حتى الواحد عيب يحكي بها كابتن بالتلفزيون، فهاي الامور بالتاكيد هاي من المسؤول عنها. طيب يعني انتم تحسون بين فرق بين الجيل الامس واليوم من ناحيه انضباط؟ اليوم من يتكلم الكابتن سعد قيس وهذا الاسم على طبعا التسيب، انت اليوم داخل في بطوله قاريه كبيره، وبالتالي مثل ما تفضل خروج بعض اللاعبين او السهر مثل ما تفضل، ولكن بالتاكيد لم تكن هنالك ضوابط ولم تكن هنالك يعني مركزيه بحيث الفريق لديه ثوابت في الأكل في النوم في السهر في إلى آخره. أنتم في الأمس كيف كنتم تتعاملون مثل هكذا بطولات صغيرة أو حتى كبيرة؟ أستاذ بلال، هذا يعني عدم الانضباط مو وليد اليوم ولا وليد الدورة السابقة ولا هاي الدورة، إنما وليد
ارث كبير من 2003 لحد الان ما فيك سر يعني. طيب. صار التمادي وصار فيه. الان التمادي اللي صار بالفتره الاخيره زين، انتم اربع اعضاء اتحاد كنتم مع الوفد، وين كنتم؟ المفروض تكون بالفندق. انا ذكر ثامر محسن الله يرحمه كان يانا بالفندق يقعد باللوبي، وين طاب وين طالع لحد ما ينوم الفريق كله بكل البطوله، ينوم الفريق كله. بس اخوان ما عندهم تجربه، ما عندهم فكره، ما عندهم كيف يتعاملون مع اللاعب. يعني بعض نجومية اللاعبين أكثر نجومية من أعضاء الاتحاد، كيف التعامل مع هذا النجم؟ فهنا المشكلة، هنا التفاوت بهذا الموضوع. يعني تدر العمل الإداري جدا مهم. أنت طبعاً. لما تكون عملك إداري منظم ومبني على أسس ومبني على معايير معينة، صعب يكون عندك عمل فني بهذا الموضوع. ولا ممكن تخلي شماعة عندك دائما المدرب هو اللي هو المسيء. لا لا، المدرب مو مسيء. مدير طيب. أنا أتفق مع الكابتن أن ما بعقاء المدرب لأن عنده فكر. طبعا وأنتم يعني نتكلم عن الانضباط، عندي هذا خبر سريع. يعني هنالك تضارب بالتصريحات من قبل أعضاء الاتحاد، يعني رئيس الاتحاد حمل اللاعبين المسؤولية تصريح، بينما النائب علي جبار يحمل المدرب الإخفاق. من جانب آخر عضو الاتحاد سعد مالح شبه خروج منتخبنا بخروج منتخب الأرجنتين من الدورة الثانية في كأس العالم. يعني طبعا هذا ما أعرف أنا، بس أعتقد يعتبر يعني تخبط فقدان يعني للنهج المركزي في آلية عمل الاتحاد. أنا الوقت سرقني، لكن لدي بعض يحسك بالفوضى. هاي الفوضى، هي دقائق الفوضى. عن اللقاء يوم غد.